أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. اليوم من أنواع المبعول به كما سبق لنا وقد درسنا أمس ما قاله المصنف رحمه الله، أليس كذلك؟ واليوم لدينا الشرح، ما شرح الشارح لما قال المصنف رحمه الله. وأقول ينقسم المفعول به إلى قسمين: الأول الظاهر والثاني المضمر. طبعا وقد عرفت أن الظاهر يعني إذا كان اسم الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. فلا حينما أنت تستخدم تتكلم عن اسم الظاهر فحينئذ أنت لا تحتاج أن تأتي بالضمير، لأن أنت استخدمت الظاهر ما تحتاج أن تأتي بضميره. طيب نعم. وأن الضمير وأن المدبر ما لا يدل على هذا كان على أي شيء على الظاهر. أما وأن المدبر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث. ما هي القرائن؟ هذا كان سبق لنا. فمثال الظاهر، أولا لدينا مثال الظاهر الذي أنت لا تحتاج إلى هناك بأي ضمير. ضرب محمد بكرا، هذا واضح. أين المفعول؟ بكر. ويضرب خالد عمرا، وين المفعول؟ عمرا. اسم أي هذا؟ المضمر أو الظاهر؟ الظاهر. وقطف إسماعيل زهرة. قطف، ما بل قطف؟ بلك. عندما أنت تقطع الأزهار فيسمها قطف. قطف إسماعيل زهرة. أين الفاعل؟ إسماعيل. هو إسماعيل. وأين المفعول به؟ زهرة. نعم. ويقطف إسماعيل زهرة، يعني هذا قد يكون في ماضي وقد يكون في مضارع، هذا نفس الشيء. نعم. وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين: الأول المتصل والثاني منفصل. أما المتصل فهو المتصل ما لا يبتدأ به الكلام. هل تستطيع أن تقول مباشرة الضمير المتصل؟ هل تستطيع تكتب ها ضرب إبراهيم؟ ها ضرب هو ضرب إبراهيم؟ لا لا. المنفس متصل لا يبتدأ به الكلام. وهذا شو؟ أو الذي قلنا قبل كيف يكون قرينة؟ أنا أقول لكم مثلا، طيب أنا إذا أقول لكم خالد اسم ظاهر، خالد، طيب يا شباب حجر صحيح؟ طيب أنا إذا استخدم هو فقط هل أنت تفهم؟ ما تفهم. طيب هذا يحتاج إلى القرينة، أليس كذلك؟ مثل هذا عددنا.
ما لا يبتدا به الكلام ولا يصح وقوعه الا وبعد الا في الاختيار ولا يصح وقوعه بعده بعد الا يعني ما هو الفرق يا شباب انظروا يعني الضمير منفصل لا ياتي في بدايه الكلام عفوا متصل الضمير المتصل لا ياتي في بدايه الكلام ولا ياتي بعد الا ولا ياتي بعد الا تقول الا اياه لا تقول الا هو لا تقول الا هو لا اما الا هو هذا شيء ثاني يعني الضمير منفصل متصل الضمير متصل لا يبدا به الكلام فهمت الشيخ ولا ياتي هذا الضمير بعد الا المنفصل متصل متصل المتصل يا اخي سبحان الله انا اغير الاسم واما المنفصل فهو يبتدا به الكلام ويصح وقوعه بعد الا في الاختيار اذا انت اردت طيب ما ياتي بمثال انظروا كيف تقول الضمير زارني الضمير متصل مثلا زارني هو ضرب هل تقول مثل هذا الكلام؟ لا أبدا ضربه كيف أما لا. أين يأتي؟ ضربه وتقول خالد ضربه مثلا وهذا هو وقل به يعني من؟ تقول خالد ضرب هو و إياك يعني خالد ضربه وإياك خالد أتقول إياك ضرب خالد إياك ضرب خالد تجي طيب مثلا أو ما ضرب خالد ما 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 ضرب خالد إلا إياك مثل إياه إياهما إيايا إيانا تقول ضمير منفصل يجوز أن تكتبه بعد إلا أما ضمير متصل لا يأتي بعد إلا ويمكن أن تستخدم وتبدأ أو تستخدم يعني تستخدم إياه ضمير منفصل في بداية الجملة أو تبدأ الكلام بهذا الضمير هذا يجوز أما وتستطيع أما الضمير المتصل لا يمكن أن تأتي أو تبدأ الكلام به وهذا شلون وللمتصل 12 لفظ وللمتصل يعني الضمير المتصل هذا قد سبق لنا كذلك في الدروس السابقة الأول ياء الياء وهي للمتكلم الواحد أليس كذلك؟ ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية النون التي نحن نستخدمها نستعملها نكتبها بين الفعل أو فاعل يكون كذلك فيه وبين المفعول به هذه النون علينا أن نجب أن نستخدمها أن نكتبها هذه نون تسمى نون الوقاية أليس كذلك؟ نعم لا تجدون أنتم مفعول به منصوب مفعول به متصل منصوب إلا قبله نون الوقاية إذا كان منصوب ياء المتكلم صحيح؟ نعم فتقولون يا شباب أطاعني محمد أين الفاعل؟ مي يا محمد أين
الفعل يعني محمد أطاعني نفس الشيء أطاع في فعل تقدير هو محمد أطاعني محمد يعني محمد أطاعني يعني صار مطيعا أين الفعل يا شباب شيخ الزمن أين الفاعل محمد هو الفاعل أين المفعول ني أنا يا لا ليس ني يا المتقين ونون الوقاية هذا النون يعني في الوقاية حتى لا يختلط تختلط يا مع الشسم مع الفعل ويطيعني بكر ويطيعني بكر وفي المضارع يعني يطيعني بكر نفس الشيء يعني بكر فاعل يطيعني بكر هو فاعل ويطيعني هذا في المضارع ومن الوقاية ثم ياء المتكلم هذه المفعول طيب متصل وأطيعني أطيعني يا بكر هذا في الأمر صحيح يعني يا بكر أنت أطيعني أليس هذا في الأمر؟ أطيعني يعني ميري إطاعت كذا وهذا الشباب؟ نعم فقلنا ماذا هناك؟ عرفناه في الماضي عرفناه في المضارع اللي هو المتكلم المفعول به منصوب وكذلك عرفناه في في الجزم يعني في الأمر نعم والثاني نا يا شباب نا وهو للمتكلم المعذب نفسه أو معه غيره هذا كما سبق لنا طيب يعني إما يكون المتكلم المعذب نفسه الذي يعذب نفسه وهو رجل واحد أو شخص واحد أو هو ذات واحد فيستطيع لتعذيب نفسه يقول نعم أو يمكن قد يكون أكثر من واحد قد يكون اثنين أو ثلاثة وهذا قد سبق لنا كذلك أطاعنا أبناؤنا أطاعنا أبناؤنا قد يكون هذا أبوكم يقول أطاعنا أبناؤنا يعني ما نغه أطاع أبناؤنا يعني أطاعنا أين الفعل أطاع 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 أليس كذلك نعم أطاع وأين المفعول به نعم أطاعنا من أطاعنا أبناء فهذا تبع هناك جملة فعلية فلذلك إذا كان الفاعل الجمع في الغياب فممكن أن تستخدم لا ليس ممكن بل أنت تستخدم السياق المفرد صحيح تقول أطاعني أو أطاعنا ابننا أطاعني ابناي أو ابنا يعني إذا كان مفرد مثلا تقول أطاعنا شباب تقول ذهب الرجل ذهب الرجلان ذهب الرجال هل أنت تقول ذهب الرجل ذهب رجلان وذهبوا رجال لا إذا كان الجملة فعلية فللغياب للمذكر أنت تستخدم للصيغة الذي هو للمفرد هذا قد سبق لنا والثالث الكاف المفتوحة وهي للمخاطب ولكن لمن للمخاطب المفرد المذكر نحو أطاعك ابنك أطاعك ابنك المفرد أطاعك أين الفاعل؟ ابنك وأين المفعول به؟ ك هذا متصل نعم والرابع الكاف المكسور وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة نحو أطاعك ابنك يا أبا أو يا أيها المرأة أطاعك ابنك أطاعك ابنك نعم يعني ابنك أطاعك وهذا شباب وعين الفاعل أطاع يعني هو تقدير هو ابن هو وعين المفعول به كي والخامس الكاف المتصل
بها الميم والألف وهي للمثنى المخاطب مطلقا. ما معنى مطلقا؟ للمذكر والمؤنث، تطلق للمذكر والمؤنث. نحو أطاع، يعني هو أطاع، أي المفعول به كما، هو أطاعكما أيها الرجلان، هو أطاعكما أيتها المرأتان. واضح يا شباب؟ الواضح يا شباب؟ نعم واضح. نعم نعم. والسادس الكاف المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور للمخاطبين، لجماعة الذكور المخاطبين. نحو أطاعكم، يعني هو أطاعكم، أين الفاعل؟ تقديره هو، أين المفعول به؟ ضمير متصل هذا كن، نعم، يدل على جماعة الذكور المخاطبين. نعم. والسابع الكاف المتصل بها النون مشددة وهي لجماعة الإناث المخاطبات. نحو أطاع كنا، أين الفاعل؟ هو، وأين المفعول به؟ كنا. والثامن كنا فاعل الهاء فاعل كنا أطاع. لماذا هو أطاع؟ هناك هو، هو أطاع. تقول لل أمي هو، يعني ابنك هو أطاعك. طيب ابن هو أطاعكما. يا أيها الأمهات مثلا هم أطاعكن، أو هو أطاعكن، نفس الشيء. الثامن الهاء المدمومة وهي للغائب، للغائب المفرد المذكر. نحو أطاع، أطاع محمد، أطاع بكر، محمد أطاع بكر، أو تقول أطاع محمد بكر، كيف تجعل أطاع؟ أليس نفس الشيء هذا معناه؟ أما فيه ظاهر وفيه ضمير، انظروا كيف. أنا أقول محمد أطاع، محمد خالدا، كيف تقول يا شباب باختصار؟ أطاعه، لأن هذا أطاع الفاعل موجود، تقديره هو، وخالد هو هو، صحيح؟ أطاع. والتاسع الهاء المتصل بها الألف وهي للغائبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعها، هذا سهل. والعاشر الهاء المتصل بها الميم والألف وهي للمثنى الغائب مطلقا. ما معنى المطلق؟ للذكور، للمثنى يعني الذكور والإناث. نعم. أطاع هما، علي أطاع هما، هما قد يكون رجلان وقد يكون، قد يكون هما رجلين وقد يكون امرأتين. نعم. والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة ذكور الغائبين، كيف؟ أطاعهم، أطاعهم هم، فوقانهما الزيادة ألف، وهناك فقط هاء وميم، فميم يدل على الجماعة. والثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشدد وهي لجماعة الإناث الغائبات. سهل هذا يا شباب. نحو أطاعهن، خلاص انت هناك متصل. لدينا المتصل أطاعهن، علي أطاعهن، أطاع النساء أطاعهن. وللمنفصل الآن الضمير منفصل، يعني الذي يكون بالانفصال، اثنا عشر لفظا أيضا، كان للمتصل اثنا عشر لفظا، ولل
منفصل كذلك اثنى عشر لفظا ايضا وهي ايا ماذا مكتوب بعد ذلك مردفة ما معنى مردفة يعني اتباعا الذي ياتي بعده بالياء للمتكلم يعني وهي ايا اولا انت تستخدم ماذا يا شباب ايا تكتب للجميع جميع الضمائر المنفصله في بدايتها ماذا تكتب ايا ثم اول ايها اول لفظ الذي استخدمناه في المنفصل يا المتكلم هنا أو على اليمين الاول الياء الذي سبق لنا الذي درسنا هكذا وكذلك بدا بياء المتكلم وهذا شبه يقول وهي ايا مردفة ما معنى مردفة يعني اتباع الذي ياتي بعده طيب مردفة معناه يتبعه يعني جاء الشيء وياتي بعده طيب يا شباب منه مرادف منه رديف تعرفون رديف يا شباب رديف تعرفون في الاشعار رديف طيب تعرفون رديف بيتر لا ليس بيتر رديف ما تعرفون يا شباب اذا انتم ركبتم على الدراجه ركبتم على الفرس الرجل الذي امامك والذي بعدك يعني الرجل الذي امامك انت رديف له قال صلى الله عليه واله وسلم على الفرس او على الجمل ويقول معاذ بن جبل كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى كنت رديفا يعني كنت جالسا خلف محمد صلى الله عليه واله وسلم هذا شو كنت رديفا يعني هل يكون بين الاول والثاني بين الرديف يعني شيء اخر لا هكذا وهي اياء مردفة بالياء يعني رديفه ياء جاء اولا اياء ثم جاء بعده ان تبعه ياء المتكلم وهذه يا شباب املاء بناتي اللاتي معنا هل وهذا لكنا بسم الله شباب واضح أم لا؟ غيرك شيخ الياس شيخ الياس الواضح شيخ محمد الياس يعني إيا أنت تكتب إيا أنت تكتب إيا طيب إيا ثم مردفة يا نا إذا كان كا كما كم كي كما يعني أولا هذا ثم تكتب إيا نا إيا كا إيا كما ماذا قلنا يا صار مردفة أو مردفة لإيا يعني جاء أولا إيا وبعده يا فهمتم؟ جاء أولا إيا وصار مردفة نعم جاء إيا وجاء بعد ذلك ضمير كا كماكم هذا مردفة وهذا يا شباب شيخ شبريز شيخ توصيف واضح؟ يلا وحده يعني يا للمتكلم وحده فقد يديا او نا للمعذب نفسه او نا يعني ايا نا ما معنى ايانا قد يكون معذب يعني للمعذب نفسه الذي يعذب نفسه هذا كتبنا او مع غيره او قد يكون غيره معذب او بالكاف يعني ياتي ايا وبالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر او بالكاف المكسور المخاطب المفردة المؤنثة
ولا يخفى عليك معرفة الباقي. هذا اللي اختصر من آخر. يعني تقول شنو باقي مطلب قريش زكيز وشنو ده باقي. هل هذا واضح يا شباب؟ ذهب. طيب أنا طالع هذا قليل. أو بالكاف مفتوحة. مثلاً إياه كيف يكون كاف مفتوحة؟ كاف. للمخاطب المفرد المذكر. أو بالكاف المكسور إياه كي للمخاطب. ولا يخفى عليك معرفة الباقي. والباقي في البيت هل يشوف إذا؟ دي ما يأتي في نفس الواحد في نفس الواحد بهذه الأربعة عشر كلها إياه إياهما إياهما إياه إياهما إياهن إياك إياكما إياكم إياك إياكما إياكن إيايا إيانا. نعم. أما الترتيب الذي نحن قد حفظناها من منذ الصغر كلنا إياه إياهما إياهم إياها إياهما إياهن إياك إياكما إياكم إياك إياكما إياكن إيايا إيانا. خلاص هذه هي 14 أصل الحذف في الشكل ولكن اللفظ فقط 12 لأن إياهما مرتين وإياكما مرتين. والصحيح يا والصحيح أن الضمير هو إيا وأن ما بعده لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة يعني الذي يأتي بعده بأي حرف أول نقد ضمير إيا إشرف فكيف أنت بعد ذلك تفهم الكلام الذي أنت تكلمت عنه هل هو مفرد مثنى جمع غائب حاضر متكلم هذا تعرف الألفاظ التي تستخدم بعدها مثلا إيايا هذا عمن عن نفسي إياه هو إذا نتكلم عن الغائب إياك إذا مخاطب مذكر إياكما مطلقا للمخاطب المذكر أو المثنى أو مثل إلى آخره إيايا أطاع التلاميذ إيايا طيب ما فائدة أن نستخدمها في البداية يعني ما فائدة ضمير منفصل منصوب نقول مثلا نعبد ك شباب نعبدك من فوائد هذا كذا أين الفاعل؟ نعبد نعبد مستتر تدميرون نحن هذا علامة مضارع هذه مضارع يعني علامة مضارع طيب هذا فعل أليس كذلك؟ على والفاعل مستتر تقديره نحن 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 تقديره نحن فاعل كمفعول منصوب به نعبدك إذا قلنا نعبدك ولكن عزة واحتراما الله جعل استخدم نفسه أولا قبل أنفسنا هنا في هذه الآية لا تقول نعبدك ونستعينك أليس نفس المعنى؟ نعبدك لكن يقول لا نعبدك خذ هذه الكاء هنا إذا إنما أنت تترجم هذه في لغة الأردية تقول نعبدك هم کرتے ہیں عبادت آپ کی اما اياك آپ ہی کی بس ہم کرتے ہیں عبادت اولا انت سنت آپ کی ہی بس اذا خلصت انت من عبادت غير الله جل وعلا وهذا شباب نعبدك هم کرتے ہیں عبادت اما اذا قلت اياك تیری ہی ہم کرتے ہیں بس وليس غير الله وهذا شباب طيب إياي أطاع التلاميذ يعني كيف هناك أصل منه؟ أطاع
أطاع التلاميذ أطاعني أطاعني التلاميذ أليس كذلك؟ أين الفاعل؟ يا أطاعني التلاميذ هذا زميل متصل ولكن إذا جعلته منفصلا كيف تقول؟ إيا يا أطاع التلاميذ بس بيري إطاعت كي كسني؟ تلاميذ ما أطاع التلاميذ هذه طريقة ثانية ما أطاع التلاميذ بالنفع نهيكي تلاميذ لكسيكي إطاعت إلا إيا ومنه قوله جل وعلا تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وهذه شباب إياك نعبد بس تيريه كرته هم عبادة وإياك نستعين وتجيسي هم جاته استعانة كرته استعانة طلب كرته ما هو استعانة من العون وهذه شباب مدعي وقوله سبحانه أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أمر يعني الله أمر أن لا أصله أن لا تعبدوا هذا نفي لا منافي لا منافية لا تعبدوا إلا وهناك هو تعبدون محذوف النون لأنه مجزوم من الأفعال خمسة يكون مجزوما بحذف النون أليس كذلك؟ شيخ عبد الله لا تعبدوا ما هو الأصل؟ لا تعبدون لا تعبدون ولكن حذفت النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة ويكون مجزوما بحذف النون إلا هذا استثناء إياه وهذا ايش بقى؟ منفصل تمرينات ضع ضمير على مشان النشر ضع ضميرا منفصلا منفصلا ما نريد متصل هذا سهل مناسبا في كل مكان من الأمكنة الخالية ليكون مفعولا به ثم بين معناه في ثم بين معناه بعد أن تثبته بالشكل ما معنى تثبته بالشكل؟ يعني تأتي بالحركات عين الفتحة وعين الكسرة وعين الجزم وعين السكون أيها الطلبة طلبة ما هو الجمع؟ طلاب وليست الطالبة واجه شمال طالب يكون جمعه طلاب طلاب وكذلك طلبة أما طالبة ما جمعها طالبات نعم انظروا أيها الطلبة الفراغ ينتظر المستقبل يلا ما يأتي بالإجابة ما هو الأصل إذن أمامكم جالسين هؤلاء الطلبة لأن في الليل أن تدخل إلى المخاطبة أيها الطلبة أما أيها أنت استخدمت لماذا استخدمت أيها لأن المنادى بألف لها صحيح فلذلك أنت قلت أيها وإلا متفق يا طالب مثلا إذا لم يكن هناك ألف لام يا طالب يا طلبة أما إذا كان الطلبة فقل أيها الطلبة أيها الطلبة إياكم انظروا كيف هذا أصله إذا أنت جعلته متصلا ينتظركم المستقبل أليس كذلك؟ إذا كان متصلا كيف تقول ينتظركم المستقبل يعني ينتظركم المستقبل ولكن أنتم ماذا قلتم كما قلتم أنتم إياكم ينتظر المستقبل ما معنى هذه الجملة؟ يعني بين معنى يعني المستقبل future بانتظاركم يعني المستقبل ينتظركم بس هو ينتظركم أنتم الطلاب كيف تعلمتم أنتم علم وما أنتم تأتون للمستقبل الثمرات وهذا شباب إذا لا تنام إذا لا كثيرا إذا لا تغيبوا على العلم كثيرا صحيح لا تتكاسلوا عن العلم وهذا شباب مثل هذه الأشياء يعني وهذا شباب يعني مو معنى باء
يا أيتها الفتيات إياكن ترتقب البلاد. ما معنى ترتقب؟ ارتقب يرتقب ارتقاب انتظار. ترتقب معناه تنتظر. يا أيها الفتيات ترتقب كن البلاد. بلد 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 جمع بلاد. ترتقب كن البلاد. أما ترتقب كن هذا متصل خذوه أمام ويجيد بإيا إيا كن ترتقب بالبلاد. واضح يا شباب؟ يعني البلاد القرى العالم في انتظار كن أن تأتي كل فتاة بعلم وصلاح إلى آخره. أيها المتقين يرجو المصلحون يرجوك المصلحون يعني الذين هم يتمنون إياك يرجو المصلحون يعني المصلحون ما معنى الإصلاح؟ الذين يتمنون الإصلاح هم في انتظارك لأن المتقي ويرجوك المصلحون والذين هم مصلحون هم كذلك يعني يرجون يعني عندهم تعرف الرجاء أمين لما نرجع أمين سبحان الله رجل مؤمن صالح طالب الإنسان يرجو منه صحيح ماذا يرجو منه الأمين وأنه خير طيب فعليه أن لا يعني يغش ولا يفعل كذا وكذا لأن الناس والمسلمون يرجوه وهذا يا شباب لا أو يرجونه إذا كنا بالجمع فهمتم أم لا؟ أيها المتقين إياك يرجو المسلم مصلحون آبكي أميد به أيها الفتاة ينتظر أبوك إياك ينتظر أبوك ينتظرك أبوك أين الفاعل؟ ينتظر هو يعني أبو أبوك ينتظرك يعني إياك ينتظر أبوك وهذا يا شباب أيها المؤمنون يثيب الله هذا خطأ ذاك بنت أيها المؤمنون المؤمن ويثيب معناه ثيب هذا يكون تقول ثيب البكر والثيب إذا مات البنت يكون ثيب وليس تكون ثيب الثيبات ثيب تقول يا شباب المتزوجة هي ثيب على غير متزوجة بكر وهذا شباب لا هذا أصله يثبت الله يثيب وقد يكون يثيب وقد يكون بالثواب صحيح كلام الذي قال يثيب يعني بالثواب أما يثيب أثابة يثيب هذا يثيب صحيح هذا يثيب شيخ زايد نعم صح أنا ضربت هذا يثيب يعني بالتثيب أثابة يثيب نعم إياكم يثيب الله يعني يثيبكم الله الله أعطكم ثوابي صحيح يا شباب أنا الذي أقرأ أنا ترد هذا يثبت الله ممكن قد يكون باء يعني يكون بالأخطاء بالكتابة يحصل هذا في بعض الأحيان كما وجدنا بعد الأعيان بالشكل حركة ضمة في الأخطاء إن محمدا قد تأخر انتظرت طويل إن محمدا قد تأخر انتظرته طويلا إياه انتظرت قليلا طويلا هؤلاء يلا شباب أنتم هؤلاء الفتيات يرجو المصلحون كان نفسه هناك كان نعم هنا يرجوهن هن يرجو المصلحون يعني يرجوهن المصلحون وهذا شباب يرجوهن لأن هذه هناك الفتيات يعني إصلاح والے ان کی کیا رکھتے ہیں
امید رکھتی ہے یا محمد من تذرت الا اياك انا اتكلم معه من تذرت الا اياك هل وادي يشبه هل هذه سهله هذه الاسئله طيب ناخذها دع كل اسم من الاسماء التي ياتي في جمله مفيده بحيث يكون مفعولا به يلا سرعة سرعة الكتاب اشترك ترجم ترجم هذا اين ما انتظرت ما انتظرت اين ما انتظرت من تزرت میں نے انتظار نہیں کیا الا اياک سوائے تیرا یا محمد من تزرت یعنی كان مراد من تزرت احدا یعنی ما انتظرت من تزرت كيف تقرا من تزرت الا اياک الكتاب يلا اجلوا في كلمه من دقيقه انا يلا عندنا يا بنتي منيزه وادي اكتبي انت الاجابه بسرعه عن الكتاب كيف تكتبين؟ كيف تكتبين أنت الإجابة؟ نعم. اجعل جملة الكتابة مفعولا به. يلا سرعة. من يأتي يلكم أم عبد الله. يلا أسماء وعزرة. منيزة. نعم. كتبتم؟ اشتريت مثلا هي كتبت اشتريت الكتاب بسبعين ريال خلاص ان شاء الله اشتريت كتابا يكفي هذا يعني اشتريت كتاب اشتريت الكتاب اشتريت الكتاب الشجر لا رأيت الشجر هذا باختصار رأيت الشجرة قطعت الشجرة صعدت الشجرة مثلا نعم القلم من يريد بسرعة القلم قصرت القلم نعم قصرت القلم أو نظفت القلم اشتريت القلم نعم الجبل صعدت الجبل رأيت الجبل بالأصل هو سعيد الجبل صاد بالفتح وعين بالكسر صعيدة يصعد صعيدة يصعد بالسعود بالصاد كلمة بكلمة الفرس ركبت الفرس حذاء نزفت الحذاء شوز سعد لبست حذاء نفس الشيء نعم حذاء حذاء تقول حذاء شيخ أحذية جوتي النافذة أو تقول وإذا كان رأيت حذاء رأيت حذاء الأطفال رأيت حذاء الأطفال بدون النافذة فتحت النافذة أغلقت النافذة البيت دخلت اشتريت دخلت البيت اشتريت البيت نعم حول الضمائر الآتية إلى ضمائر متصلة ثم اجعل كل واحد منها مفعولا به في جملة مفيدة ممكن إياهما هذه منفصلة اجعلها متصلة ثم اجعل هذا المتصل في طيب إياهما ما هو متصلها هما اهدفوا إياه وما بقي إلا متصل يلا هما استخدموا في جمل من عندكم نعم رأيت نعم ممكن رأيت ماذا ولكن هما أي كيف لا نعرف هما من أما تقول سلم علي مثلا الولدان سلم علي الولدان اللذين ضربتهما أمس وهذا شباب مثلا ممكن سلمت سلم علي الولدان اللذين يعني ضربتهما اللذين ضربتهما أمس هما صار ما أقول بي إياكم
أيذ بو إياساركم أغب رأيتكم أيها الطلاب في المسجد. هذا أظن إن شاء الله يكون سهل جدا، ستفعلونها بأنفسكم هذا صحيح؟ طيب كيف يكفينا يمشي؟ بل هذا نسل هذا نأخذ هذا الله يحفظك هذا لكل أبو قل مرة ثانية عبد الله قل مرة ثانية طيب ما شاء الله هذا نداء ما شاء الله نداء صافي من حنجرة ابننا عبد الله الله يحفظه جزاه الله خيرا وإن شاء الله نسمع كلامه وهو يقول فينا اليوم ممكن هو يريد أن يشرب ممكن شيء أو يأكل ممكن شيء لأن هم مشغولة بالدرس الله يحفظها ويحفظ أولادها والمسلمين والمسلمات كلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.